الآن بما أننا تعرفنا قليلا على الكمية المتجهة والقياسية، سنطبق ما تعلمناه على بعض المسائل الشائعة التي قد قابلتك مرة في حصة الفيزياء، ولكنها أيضا مسائل شائعة سوف تراها في حياتك اليومية. أيا منكم يحاول أن يحسب كم هي المسافة التي يقطعها، ما السرعة التي يسير بها، أو ما المدة التي يمكن أن يستغرقها حتى يصل إلى بعض الأماكن. المسألة الأولى تقول: إذا استطاع سعيد أن يسافر 5 كيلومتر شمالا في ساعة واحدة، 5 كيلومتر شمالا في ساعة واحدة في سيارته، ما هي سرعته المتوسطة؟ إذن يجب أن نسترجع ما أخذناه عن المتجه والمقياس، وذكروا لنا أنه استطاع أن يسير 5 كيلومتر للشمال، 5 كيلومتر للشمال. إذن ذكروا لنا المقدار وهو 5 كيلومتر، كمية المسافة التي قطعها، وأيضا الاتجاه. فانتقل بمسافة 5 كيلومتر، والمسافة هي مقياس، لكن إن ذكروا لنا الاتجاه أيضا فستكون إزاحة. إذن هذه كمية متجهة، أزيح 5 كيلومتر إلى الشمال في ساعة عندما استعمل سيارته. ما هو متوسط سرعته المتجهة؟ إذن السرعة المتجهة، وهناك نواحي عدة تستطيع أن تتعرف بها على تعريفها، لكن السرعة المتجهة مجددا أقول كمية متجهة، والطريقة التي نميز بها بين الكمية المتجهة والكمية القياسية هو أننا نضع سهم صغير على كمية المتجه، ويكون عادة باللون الغامق ولديهم فراغ وله سهم أعلى. لكن هذا هو، إننا لسنا نهتم فقط بمقدار أو حجم هذا الجسم، أيضا نهتم باتجاهه. هذا السهم لا يخبرك عن اتجاه الحركة، ولكن يطلعك على أنها كمية متجهة، بما يعني أن السرعة المتجهة للجسم هو التغير في المكان، متضمنا اتجاه التغير في المكان. يمكن أن تقول إنه إزاحة. والحرف الذي يأتي محل كلمة الإزاحة هو إس، وهي كمية متجهة. هذا تعريف الإزاحة. وربما تتساءل لماذا لا يستخدمون دي لكلمة إزاحة بدل من displacement؟ أليس من المفترض أن يأخذوا الحرف الأول من الكلمة؟ وربما المغزى من ذلك، عندما تبدأ حساب التفاضل والتكامل تبدأ باستخدام الحرف دي لحساب شيء مختلف تماما ستستخدمه لرموز المشتقات، ولا نريد أن نتشوش بين الرموز، لذا نستخدم الرمز S للإزاحة. ولو كان شخص ما لديه تفسير أفضل لهذا، لا يتردد للتعليق على هذا الفيديو، وسأضيف فيديو آخر يحتوي على ذلك التفسير. لذا السرعة المتجهة هي الإزاحة على الزمن، الإزاحة على الزمن T. إذا أردت أن أكتب شيء مماثل للكمية القياسية، سأكتب الكلمات لكي لا تخلط بينه وبين الإزاحة. ربما سأكتب المعدل. المعدل هو طريقة أخرى أحيانا لنكتب السرعة. إذن هذه كمية متجهة إن كنت تهتم بالاتجاه. إن لم تهتم بالاتجاه سيكون المعدل وهو R. إذن هذا هو المعدل أو السرعة، rate or speed.
يساوي المسافة التي قطعها يساوي المسافة التي قطعها distance على الزمن t. هذان تستطيع أن تطلق عليهما صيغ أو تعريف، وأعتقد أنه أمر بديهي لك. ما هي سرعة الجسم؟ ستقول ما المسافة التي قطعها الجسم في مدة من الزمن؟ كلا، هذان تعريفان متماثلان. الاختلاف هنا أنك تهتم بالاتجاه وتتعامل مع كمية متجهة، هنا لن تهتم بالاتجاه وستستخدم المسافة وهي كمية قياسية، وتستخدم المعدل أو السرعة وهي كمية متجهة، وهنا تستخدم الإزاحة وتستخدم السرعة المتجهة. الآن بما أننا انتهينا، لنستنتج ما هو متوسط السرعة المتجهة. وكلمة متوسط مهمة، لأنه من الممكن أن سرعته المتجهة تتغير من فترة لفترة حين يتحرك بمدة من الزمن، ولكن لتسهيل الأمر سوف نفترض أن له سرعة متجهة ثابتة لا تتغير، أو نقول أننا سنحسب متوسط السرعة المتجهة، لكن لا نهتم بهذا، فقط أنت تفترض أنه لم يبدل سرعته على مدة من الزمن. إذن السرعة المتجهة هي الإزاحة 5 كيلومتر للشمال، إذن إزاحته كانت 5 كيلومتر. 5 كيلومتر، سأكتب فقط حرف كبير، دعوني أكتب ذلك، كيلومتر إلى الشمال، to the north، على المدة من الزمن التي احتاجها لكي يقطع تلك المسافة. سأوضح ذلك. هذا التغير في الزمن change in time أحيانا، هذا أيضا هو التغير بالزمن، أحيانا فقط ترى t مكتوبة، وأحيانا يضعون مثلث صغير يعبر عن التغير في الزمن وهو دلتا، ويعني معدل التغير. قد يظهر أنه رمز رياضي غريب، لكن المثلث أمام أي شيء يعني معدل التغير change in. إذن هذا التغير في الزمن، ويقطع 5 كيلومتر إلى الشمال، واحتاج إلى ساعة. إذن التغير في الزمن هو ساعة، سأكتب ذلك هنا، هذا على ساعة، هذا يساوي. إذن إن نظرت إلى قيمته العددية هي 5 تقسيم 1، سأكتب ذلك، هي 5 تقسيم 1 كيلومتر، وتتعامل مع الوحدات كما تتعامل مع الأعداد، هي 5 تقسيم 1 كيلومتر لكل ساعة، لكل ساعة. إلى الشمال، إلى الشمال north، وهذا مثل 5 كيلومتر لكل ساعة إلى الشمال، هذا 5 كيلومتر لكل ساعة إلى الشمال، 5 كيلومتر لكل ساعة إلى الشمال. هذه هي سرعته المتجهة المتوسطة 5 كيلومتر لكل ساعة. وأيضا عليك أن تنتبه هنا، عليك أن تتذكر الاتجاه إلى الشمال إن أردت السرعة المتجهة. إن ذكر فقط 5 فهذا يعطيك السرعة
أو معدل سرعة وهي كمية قياسية. يجب ذكر الاتجاه لتكون كمية متجهة أي velocity، وإذا كانت غير ذلك فستكون speed، أو تفعل الأمر نفسه إذا ذكر لك ما هو متوسط سرعته في مدة من الزمن. من الممكن أن تقول حسنا، متوسط سرعته أو المعدل سيكون المسافة التي قطعها الآن. لن نهتم بالاتجاه، إذن 5 كيلومتر ويقطعها بساعة. التغير في الزمن هو ساعة، وهو نفس الشيء، 5 كيلومتر لكل ساعة. إذن مجددا ذكر لك الكمية فقط هنا، هذه هي كمية قياسية. إذا أردت أن تحصل على كمية متجهة يجب أن تكتب إلى الشمال. الآن من الممكن أن تقول هي في الدرس السابق تكلمنا عن هذه الأشياء بوحدة متر لكل ثانية، وهنا أنا ذكرت كيلومتر أو كيلومتر على حسب أي نطق شئت، كيلومتر لكل ساعة. إن أردت كتابتها بوحدة متر لكل ثانية وأردت فقط أن تعلم كم متر صار في ثانية، وهنا تصبح المسألة تتطلب تحويل الوحدات، وإن لن يضر أن تتعلم هذا الآن. إن أردت تحويل هذا إلى متر لكل ثانية، كيف نحولها؟ الخطوة الأولى يجب أن نكتشف كم متر نسير في الساعة. لنأخذ 5 كيلومتر لكل ساعة ونحولها ونريد تحويلها لمتر، نريد تحويلها لمتر، أضع متر في البسط وكيلومتر في المقام. والسبب لهذا هو أريد أن تحذف الكيلومتر مع الكيلومتر. وكم متر في الكيلومتر؟ يوجد 1000 متر لكل 1 كيلومتر، 1000 متر لكل كيلومتر، وأضعه هنا لكي يحذف الكيلومتر. هذان الوحدتان ستحذفان، وإن ضربت ذلك سأحصل على 5، والوحدة التي توجد في البسط 5000. يجب أن أقول إن لدينا 5 ضرب 1000، إذن هذا سأكتب ذلك في، سأجعله في نفس الترتيب، 5 ضرب 1000. فقط سأضرب القيم في الضرب، تستطيع أن تبدل القيم لأن الضرب عملية تبادلية. صعب علي نطق ذلك. وفي الوحدات لديك في البسط متر، وفي المقام ساعة، إذن متر لكل ساعة، وهذا يساوي 5000 متر لكل ساعة، 5000 متر لكل ساعة. وربما ستقول أنا أعلم أن 5 كيلومتر هي نفس الشيء ل5000 متر، أستطيع حساب ذلك بسهولة، ومن الممكن لك فعل ذلك، ولكن هذه طريقة للحذف والتي يطلق عليها تحليل الأبعاد. ستصبح جدا مفيدة عندما تبدأ بحل مسائل معقدة جدا ومع وحدات أصعب من هذه، ويجب عليك أن تراجع ذهنيا الحل.
وتعرف أن إن سرت 5 كيلومتر في ساعة، وهذا الكثير من الأمتار، إذن ستحصل على رقم كبير جدا إن كنت ستحسبها متر لكل ساعة. والآن إن حسبتها بالثواني لنقوم بحل ذلك ذهنيا، إن كان جسم ما صار كمية ما في ساعة سيقطع كمية أقل في ثانية، أو كما تعلم 1/3600 من الساعة، لأن هذه هي كمية الثانية في الساعة. هذا هو حلك الذهني، يجب أن نحصل على رقم مثل هذا عندما نجعل الوحدة متر لكل ثانية. لنحل ذلك بطريقة تحليل الأبعاد، نريد أن تحذف الساعة ويبقى لنا ثانية في المقام، وأفضل طريقة لحذف الساعة في المقام يجب أن نضع ساعة في البسط. سنكتب ساعة لكل ثانية، ساعة لكل ثانية، كم ساعة لكل ثانية؟ أو طريقة أخرى، ساعة فكر بالوحدة الأكبر، كم ثانية في الساعة؟ لديك 60 ثانية في الدقيقة، 60 ثانية في الدقيقة، 60 ثانية في الدقيقة. الدقائق، أعتذر، في 60 دقيقة لكل ثانية، 60 دقيقة لكل ثانية. الدقائق تحذف، 60 ضرب 60 تساوي 3600 ثانية لكل ساعة. أو إذا قلبته من الممكن أن تقول أنه 3600 ثانية لكل ساعة، أو تقلبه ستحصل على 1/3600 ساعة أو ساعة لكل ثانية، أو ساعات لكل ثانية على حساب ما سأكتب. إذا الساعة هي نفسها 3600 ثانية. وهذه الساعة تحذف مع تلك، وستضرب العدد أو تقسم هنا. وتحصل على 5000/3600، 3600 متر لكل، والباقي لك في المقام هو ثانية. متر لكل ثانية، إذن هذا متر لكل ثانية. وإن أردنا تقسيم البسط والمقام، أستطيع حساب هذا مباشر لأن هذا الدرس أصبح طويل. سأخرج حاسبتي الموثوقة لكي لا نهدر الوقت. 5000/3600 مثل تقسيم 50/36، والناتج هو 1.3، سأقربه إلى 1.39. هذا يساوي 1.39 متر لكل ثانية، متر لكل ثانية. إذن سعيد كان يسير ببطء في سيارته، ونعرف ذلك من النظر للناتج، 5 كيلومتر لكل ساعة، هذا بطيء جداً.